البداية مع تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي عبر فيها عن ألمه لرغبة نصف الشباب العربي بالهجرة من أوطانهم، وذلك بعد صدور نتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي لرأي الشباب العربي في 17 دولة عربية، قائلاً: مؤلم حين لا يجد الشاب العربي وطناً وأمناً وعيشاً في وطنه. وأضاف سموه عبر تويتر: أشار الاستطلاع أيضاً إلى أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ 46% من الشباب العربي، تليها الولايات المتحدة بنسبة 33%، ثم كندا وبريطانيا وألمانيا، ونحن نقول لهم: الإمارات بلد الجميع، وقد حاولنا بناء نموذج ناجح، وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا ستظل مفتوحة للجميع.